احنا بالنسبة ان كوزارة ماضين بإجراءاتنا، هذا موضوع احنا يعني خلص اتخذنا به قرار في هيئة رأي الوزارة، وماضين بإجراءات تدويل هذا الموضوع ورفعه إلى المجتمع الدولي عن طريق وزارة الخارجية. طيب، أما تحسن الإطلاقات الآن فهذه حقيقة يعني قد تكون أكو لها فد أسباب خاصة احنا ما نعول عليها بشكل كبير، ولكن هي بادرة جيدة أنه بدأت الإطلاقات تعود إلى سيروان. المفروض هي من قبل شهرين هذه الإطلاقات بهذه المستويات انخفضت، الآن عادت. راح نراقب الوضع، عندنا ريكورد معين، إذا استمرت فمعناها راح تستمر. طيب، وإذا لم وإذا وهذا يعني أكو عندنا مؤشرات. طيب، إحنا في هذا الموضوع هل اتخذتم خطوات جدية بالنسبة؟ نعم، لتدويل الموضوع. نعم الآن إحنا في الوزارة وجهنا كل الخبراء والمختصين بإعداد رسالة متكاملة. يعني بعدنا بهذه المرحلة. طبعاً أستاذ سعدون، هذا الموضوع يجب أن ينظم بشكل قانوني متكامل من قبل الوزارة. الآن أنجزنا جزء كبير. يعني دور وزارة الخارجية بالموضوع نرفع، لأن هي الجهة القطاعية المسؤولة عن. بعد ما رفعت الموضوع يعني قصدي؟ لا، صار إن شاء الله خلال يعني أيام قليلة. داخل الحكومة، داخل في الاجتماعات مع مجلس الوزراء ما تمت تبادل الرأي مع وزارة الخارجية؟ لا، إحنا هذا الموضوع كقرار وزارة اتخذناه في هيئة الرأي، راح نكتب به إلى وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية المفروض أنه تأخذ دورها في هذا الموضوع وتبدي بإجراءاتها. إذن هل خلال إيش قد سترفع الدعوة ضد إيران بالمجتمع الدولي؟ يعني قد ما تطول أسبوعين أو أقل من أسبوعين. إحنا بس نريد، تدري أستاذ سعدون، هذا الموضوع يجب أن يصاغ بطريقة قانونية وفق مبادئ القانون والمواثيق الدولية من قبل وزارتنا. بالتأكيد وزارة الخارجية عندها نظرة أوسع في هذا الموضوع حتى تعيد صياغته أو تنظمه بطريقة تأهله لأنه يرفع إلى الأمم المتحدة والجهات الأخرى.